مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أنا يعني من امبارح للنهاردة بصراحة شايلة هم الحلقة دي، يعني أنا زيكم كلكم أكيد كلنا متضايقين وزعلانين من خسارة النادي الأهلي امبارح قصاد الترجي التونسي، طبعا ضياع لقب البطولة اللي غايبة عننا من 2013. لكن لازم برضو ما نقفش عند الخسارة، مش عايزين الحزن ينسينا من الفريق ده والنادي الأهلي ده، ياما فرحنا. النادي الأهلي برضو لسه سيد أفريقيا ببطولاته وبإنجازاته، كمان النادي الأهلي عودنا دايما إن أي إخفاق بيجي وراه على طول تصحيح للمسار بصورة قوية، بترجعه تاني لوضعه الطبيعي اللي كلنا متعودين عليه. بيرجع النادي الأهلي دايما برضو أقوى من الأول، دايما بيكون في موضوعية في النقد وفي سرعة في تصحيح الأخطاء بصورة سليمة، وده اللي هيساعد إن شاء الله فريقنا إن هو يقف بسرعة على رجله ويسترد عافيته وقوته اللي معروفة عنه. بالمناسبة في كلام كتير بيتقال مننا ومن جماهير النادي الأهلي، الناس بتعتبره شعارات ملهاش أي لازمة، لكن احنا بنأكد إن كل جماهير النادي الأهلي طول عمرها شعارها القوي والرنان والمؤثر في مشوار وانتصارات النادي الأهلي هو على الحلوة والمرة معاه والمرة قبل الحلوة. بنلاقي دايما جمهور النادي الأهلي واقف جنب فرقته في كل المواقف الصعبة، مش بس كده، دعم جمهور النادي الأهلي وتحفيزهم للفريق بيعتبر من أهم أسباب سرعة الخروج من الأزمات ومن الكبوات. طبعا ده بالإضافة للشيء الأساسي وهو الإدارة، إدارة دايما واعية وبتتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي عملاق أفريقيا هيخرج من الأزمة دي بسرعة وهيرجع للمشاركة في البطولات المختلفة واللي طبعا بينافس عليها وبيحققها دايما. كمان بطولة دوري أبطال الجديدة إن شاء الله دوري أبطال أفريقيا تبتدي بإذن الله أدوارها التمهيدية نهاية شهر نوفمبر الجاري، والنادي الأهلي هيبدأ برضو من دور الـ32 وغالبا ده هيكون في شهر ديسمبر اللي جاي، ولازم طبعا نستعد كويس جدا للمنافسة دي وإن شاء الله بإذن الله نفوز باللقب ده. هنناقش الكلام ده كله وأخبار تانية كتير خلال حلقتنا النهاردة. ضيفنا هيكون الأستاذ إبراهيم داود نائب رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب، لكن دلوقتي نطلع لفاصل الأول ونرجع نبتدي معاكم حلقتنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ونبتدي دلوقتي حلقتنا بأهم العناوين. لجنة الكرة في الأهلي تناقش أسباب خسارة بطولة أفريقيا. يوسف كارثيرون لم يستقيل وما زلنا أسياد أفريقيا. الأهلي يبدأ رحلة حسم الصفقات الشتوية. الأهلي راح من التدريبات لمدة 72 ساعة. الشوالي الأهلي كبير أفريقيا وكرة القدم لن تفرقنا. أبو ريدا يترأس بعثة المنتخب في الإمارات. المنتخب الأولمبي يمنح شارة الكابتن لرمضان صبحي أمام الجزائر وتونس. هنبتدي طبعا دلوقتي معاكم مع أهم المنشطات اللي اتقالت في الجرايد عن أخبار النادي الأهلي، ونبتدي مع الأهرام اللي قالت الترجي يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة وينتزع لقب دوري الأبطال الأفريقي في رادس. تراجع بلا مبرر لبطل مصر في الشوط الثاني والفريق بلا أنياب وأداء هزيل. أخبار اليوم، ليلة حزينة للنادي الأهلي في رادس، الترجي يفجر المفاجأة ويفوز بثلاثية نظيفة. أخبار اليوم، بطل تونس يحصد اللقب الأفريقي الثالث ويتأهل لمونديال الإمارات، والتاسعة تعاند بطل مصر، كارثيرون رسب في اختبار العودة والحكم الأثيوبي امتياز. الشروق للمرة الثانية على التوالي، الأهلي يخسر نهائي أفريقيا واللقب التاسع يبقى مستعصيا، بطل مصر يقدم أداء باهت وتدخلات كارثيرون فشلت في تعديل النتيجة. أخبار الرياضة، لاعبون وكارثيرون خذلوا الجمهور، غابت روح الأهلي فاستحقها الترجي، ضربات الكاف التعسيفية شتتت الأهلوية. الأخبار المساء، يوسف كارثيرون لم يستقيل وما زلنا أسياد أفريقيا، بكاء اللاعبين في غرفة خلع الملابس والبعثة تعود اليوم. المساء، خبراء الكرة
أسوأ نهائي للأهلي، الدفاع انهار، الوسط مهزوز والهجوم عقيم. أخبار الرياضة، صفقات عاجلة لتصحيح مسار الأهلي. الشروق بعد الانتهاء من دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يبدأ رحلة حسم الصفقات الشتوية. الوطن، الأهلي يحتج رسميا ضد الكاف. والله أنا كان نفسي أطلع أقول لكم منشتات أحسن من كده بكتير، بس يعني زي ما قلنا مش هنقف عند الهزيمة، مش هنقف عند خسارة بطولة، لسه قدامنا كتير قوي، ولسه اللي جاي إن شاء الله بإذن الله أفضل بكتير. أنا حتى كنت مستعدة وجايبة فستان أحمر جديد وعمالة أفكر يا رب أنا هطلع بقى بكرة في الحلقة دي أزغرت مثلا، أبتدي الحلقة بزغروتة، ولا هيقولوا عليا بقى مذيعة بلدي ولا إيه، بس قدر الله وما شاء فعل. نروح بقى معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي جت واللي استعرضنا طبعا منشتاتها دلوقتي، وهنبتدي مع الاخبار المسائي. اخبار المسائي، قال ان اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي حزنه لضياع اللقب الافريقي، وشدد يوسف على مواجهه النادي الاهلي لضغوطات كتيره قبل اللقاء، وقال كمان ان الفريق اتاثر بالاعتداء على حفلته قبل المباراه، وقال كمان ان النادي الاهلي ما زال هو كبير القاره الافريقيه، واكد يوسف ان الفرنسي باتريس كارتيرون مستمر في عمله ولم يتقدم باستقالته، وإنما حدث سوء فهم بسبب اعتذاره عن حضور المؤتمر الصحفي. وفي الوقت نفسه دخل عدد من لعيبة النادي الأهلي في نوبات بكاء داخل غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة، وكان أكثر اللاعبين المتأثرين صلاح محسن ومحمد هاني وحسام عاشور، واللي دخلوا في نوبة بكاء بعد طبعا ضياع اللقب الأفريقي للموسم الثاني على التوالي. ترجع بعثة النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله للقاهرة، وهيحسم مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة برئاسة كابتن محمود الخطيب مصير الجهاز الفني، وإن كان الأقرب هو رفض الاستقالة، ويحصل النادي الأهلي على 1.25 مليون دولار، ما يعادل 22 مليون جنيه مصري، مكافأة صاحب المركز الثاني أو وصيف البطولة، بينما يحصل الترجي على 2.5 مليون دولار، ما يوازي 45 مليون جنيه مصري. الوطن كمان قالت ان بيستعد النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب للتقدم بمذكره احتجاج رسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بعد الهجوم على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، ووصفه بانه متواطئ عبر الموقع الرسمي للكاف، وقعة هي الاولى في حق مدير فني لفريق بيخوض مباراه مهمه، وده قبل مواجهه الفريق مع الترجي التونسي امبارح في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، وكان الموقع الرسمي للكاف عمل تصرف أغضب طبعا إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي قبل 24 ساعة من النهائي، بوصفه الكارتيرون بأن المدرب متواطئ في وقعة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بتمزيق قميصه في لقاء الذهاب، واللي طبعا تم إيقافه مبارتين بتهمة التحايل على الحكم، وطالب النادي الأهلي بتفسير الاتهامات اللي وجهت لكارتيرون، خصوصا أن الكاف كمان استدعى كارتيرون في وقت سابق للجنة استماع قبل ما يتقال عنه أو التصرف اللي يتقال عنه غير رياضي، ولم يتم الإفصاح عنه ولم يصدر عنه أي عقوبات بشكل رسمي حتى الآن. طيب دلوقتي هنطلع سريعا لفاصل، نرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. نروح سريعا معاكم لتفاصيل المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم، اللي طبعا عن النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وهنبتدي مع بوابه الاهرام اللي قالت ان قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون انه يدي اللعيبه راحه من التدريبات لمده 72 ساعه بعد الخساره قصاد الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. كارتيرون منح لعيبته راحه لمده 3 ايام بسبب توقف مسابقه الدوري لارتباط منتخب مصر بمواجهه تونس يوم 16 نوفمبر في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون. كمان اليوم السابع قال أن لجنة الكورة في النادي الأهلي هتعمل اجتماع مهم خلال الأسبوع الحالي عشان تدور وتعرف إيه هي أسباب خسارة الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحط خطة عاجلة لتعديل وضع الفريق في الفترة اللي جاية. قال الموقع أن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس لجنة الكورة هيناقش خلال اجتماعه مع كل من عبد العزيز عبد الشافي
علاء عبد الصادق وحسام غالي ومحمد فضل كيفية الخروج من صدمة خسارة لقب أفريقيا سريعا من خلال تجهيز خطة لإنقاذ الفريق، خطة عاجلة خصوصا طبعا النادي الأهلي خسر بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي في المباراة النهائية. كمان البوابة قالت أن بتكتة مع لجنة الكورة في النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي خلال الأيام اللي جاية عشان يحسموا صفقات الشتاء ومناقشة العديد من الملفات الشائكة. كمان فيتو قال أن استقر مسؤول النادي الأهلي على قيد صالح جمعة لاعب الفريق الأول واللي فسخ تعاقده مع نادي الفيصلي السعودي في قائمة الفريق في انتقالات الشتاء اللي جاية في يناير القادم إن شاء الله. قال مصدر أن قيد صالح جمعة في قائمة الفريق في الميركاتو الشتوي قرار نهائي تم الاستقرار عليه بسبب طبعا أن اللاعب بيمثل دعم هجومي ويقدروا طبعا يجددوا دماء الفريق وعندهم رغبة أكيد في الجهاز الفني أن هم يستفيدوا من موهبة اللاعب وخبراته. من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة انتظام صالح جمعة في تدريب الفريق تمهيدا لتجهيزه واستعدادا طبعا لقيده في قائمة الفريق في يناير القادم بإذن الله. كمان في الجول قال أن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي صرح أن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون لم يقدم اعتذاره عن تدريب النادي الأهلي، وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن محمد يوسف أعلن استقالة باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن محمد يوسف نفى الكلام ده تماما. وكشف يوسف لموقع في الجول في تصريحات سريعة: ما قلته هو أن كارتيرون اعتذر عن وجوده أو حضوره في المؤتمر الصحفي وليس عن مهم التدريب النادي الأهلي. كمان موقع يلا كورة قال أن أكد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي أن النادي الأهلي والترجي أخوة ولن تفرقهم كرة القدم وأن العلاقات هترجع كما كانت. وقال كمان الشوالي في تصريحات يلا كورة: الأهم بالنسبة لي خروج مباراة الأهلي والترجي دون أي مشاكل، كنت قلقا من التحكيم لكن الأمور مرت بسلام واستمر أن النادي الأهلي ما زال هو كبير أفريقيا بثمان ألقاب لدوري أبطال أفريقيا. أتمنى لي التوفيق فيما هو قادم من منافسات. واختتم كلامه: متأكد أن العلاقات ما بين الأهلي والترجي ستعود لأفضل حال، نحن دائما أخوة وكرة القدم لن تفرقنا. وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ علاء عزت الناقد الرياضي في الأهرام اللي كان موجود طبعا مع الفريق في تونس. مساء الفل على حضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا كنت أتمنى أن أنا أكلمك دلوقتي وأقولك مبروك علينا وكلام تاني خالص، بس أنا عايز أقولك طبعا الأول الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يخليك. وعايزك بقى توصف لي الاجواء اللي كانت موجوده في البعثه مع فريقنا مع فريق النادي الاهلي، كانت عامله ازاي بعد الهزيمه امبارح؟ ولحد دلوقتي الكل صدمه حقيقيه، يعني حضرتك لو عطيره رحله طيران 3 ساعات ونص تقريبا كان ممكن بسهوله من غير ما تتكلمي مع اي حد تعرفي الكواليس تعرفي انطباعات، كله صمت مطلق في الطياره، ما حدش كان بيتكلم حد، الكلام كان محدود جدا، لعيبه في صدمه مش مصدقين حاسين ان ده كابوس، يعني كسبنا اكثر من لاعب يقول لي انا حد تصدق ان احنا خسرنا 3 وخسرنا بالشكل ده والاجواء كانت بالشكل ده، قال لك انا كل بالنسبه لي كابوس ومستوعب القصه ومش مصدقين اللي حصل، يعني حضرتك مش يعني لسه يعني قدامك النادي الاهلي محتاجه يوم واثنين وثلاثه عشان يبتدي يستوعبوا اللي حصل. صحيح يعني محتاجين فتره كبيره جدا، وده هيبقى دور الجهاز الفني، يعني لان لعيبه النادي الاهلي بالفعل محتاجين الفتره الجايه دي، وبالفعل هم عندهم 3 ايام اجازه وبعد كده ان شاء الله هيرجعوا الاربعاء ان شاء الله، واكيد هيكون في جلسات كتيره وجلسات مطوله مع الجهاز الفني عشان طبعا يعني يرجع لهم اكيد الثقه في نفسهم تاني. كمان انطباعات مهمه جدا جدا، يعني اول مباراه للنادي الاهلي مباراه بطوليه مع الوفد الاماراتي في الامارات 22، ودي طبعا خلاص دي مباراه مصريه للنادي الاهلي، ما فيش في خيار للبطوله العربيه، البطوله العربيه كانت بطوله ممكن للنادي الاهلي ممكن يضحي فيها في وقت من فترات من قبل يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا والتعامل في التعامل الانديه، لكن خلاص دلوقتي ما فيش بس دائما ما يرجع الاهلي سريعا بعد الكبوات، هو ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي. أكيد بس هي الفكره بس ان 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 اللعيبه مش عارفه مين هيرجع، هل القوه الضاربه ممكن ترجع تاني، هل النادي الاهلي
يقدر كل الاوراق دي ترجع في ماتش الوصل الاماراتي. النتيجه كانت صفر 2-2، يعني حتى التعادل مش هيفيد النادي الاهلي هناك، الاهلي صحيح على خيار واحد بس هو الفوز. يعني امبارح النادي الاهلي كان بيلعب على اكثر من خيار، لكن في الوصل الاماراتي لا، الوصل الاماراتي الاهلي بيلعب على خيار واحد فقط. النادي الاهلي امبارح كان بيلعب على اكثر من خيار، لدرجه ان احنا كنا لغايه اخر لحظه مستنيين هدف واحد بس طبعا يدخل. طبعا ده يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي، بقول لهم انتوا فقدتوا الاحساس اللي كنتوا بتكتبوا وراه، قال لك الحكم صفر. بقول لهم حتى لما كسبوا صفر، لكن لما كسبوا صفر كنا عارفين ان احنا لو جبنا جون خلاص هنلعب ضربات جزاء، ضربات ترجيح، وممكن كنا نوفق فيها وكده. يعني اقصد ان هم كان عندهم خيارات، لدرجه ان حتى لما كانت النتيجه 3-0 للترجي صحيح احنا لغايه الدقيقه 90، وبعد الدقيقه 90 واحنا بنقول خلاص يمكن في الوقت البدل الضايع يعني يمكن يحصل، وده بيحصل كتير مع النادي الاهلي، بس قدر الله ما شاء فعل. اكيد لكن دلوقتي خلاص هم دلوقتي عارفين عندهم تحديات صعبه جدا، والوقت صعب جدا، والاصابات كثيره جدا. يعني لسه طبعا بس الحمد لله في فتره توقف، يعني في فتره توقف فترة كافية جدا للنادي الاهلي، تعود كتير يعني صحيح. يعني ادي امبارح النادي الاهلي خرج كاسر عمرو السلية وخسر محمد هاني، فالحمد لله ان او من حسن حظ النادي الاهلي ان في فترة راحة طويلة، يعني لحد صحيح في فترة كويسة للاهلي. استاذ علاء احنا اتكلمنا عن الكواليس ما بعد اللقاء، ووصفت لنا طبعا عن الحاله المعنويه السيئه جدا اللي بيمر بها لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري، حتى الصحفيين كل المرافقين لبعثة النادي الاهلي، وكمان سمعنا ان كان في لعيبه دخلوا في نوبات بكاء كبيره جدا بعد اللقاء. صحيح لا اثناء اللقاء، اثناء اللقاء يعني في احد اللاعبين بكى بعد الهدف الثاني، وفي لاعب اثنين لعيبه بكوا وقاموا من على الدكه عشان ما حدش يشوفهم، بكوا بعد الهدف الثالث واحنا كنا في المقصوره الاعلاميه وشفناهم. لكن عايزين طيب نتكلم بقى عن كواليس ما قبل اللقاء، من ساعه ما وصلنا او وصلت بعثتنا لتونس لحد اللقاء شفنا فيه احداث كتيرة قوي حصلت، شفنا كان فيه هجوم على اتوبيس، كان فيه لاعب عندنا اتعور اخذ 8 غرز في دماغه، عايزين نعرف الاحداث دي حصلت ازاي وايه الدنيا وصفها لنا كانت ماشيه ازاي هناك. يعني اعتقد النادي الاهلي، يعني مش عارف انا ممكن اقول النادي الاهلي اخطا خطا مبكرا، لسه انا شايف ان ده كان خطا، لان ده زود الضغوط على النادي الاهلي. انا كان من وجهه نظري النادي الاهلي كان بيسافر يوم الاربعاء مش الثلاث، ويوفر حمل يوم كامل، والنادي الاهلي كان حمل من الضغط النفسي على اللعيبه، طبعا الضغوط طبعا النفسيه. حتى التدريب كان يتمرن في القاهره افضل بكثير جدا ما كان اليوم الاولاني، ان هو يصعد يعني التدريب الاول مثلا لعيبه النادي الاهلي انتظر ساعتين في الاتوبيس، وبعد كده اتحركنا، وبعد كده خدنا المسافه في 50 دقيقه او ساعه تقريبا عقبال ما نوصل الملعب، يعني في 3 ساعات ضاعوا. وفي الاخر الملعب ما كانش ملعب كويس، ملعب الفرع الرادس، الاضاءه ضعيفه جدا، كان في ناموس ازعج اللعيبه كتير جدا. فانا شايف ان كان من افضل للنادي الاهلي ان هو كان يسافر يوم الاربعاء صحيح، وبالليل كمان، ومش يسافر كمان الاربعاء، كان لعيبه النادي الاهلي كان يسافر تدريب واحد بس يوم الجمعه، يوم المباراه الخميس يوم الخميس كان ممكن يتمرنوا تمرين واحد بس يا ريت ويخوض المباراه دي. ده كان الافضل يعني، وخاصه ان احنا كنا قاريين الاجواء مبكرا، كنا عارفين ايه هيحصل مبكرا من خلال رصدنا الاعلامي التونسي، كنا عارفين مدى الشحن الموجود هناك، فكان من افضل ان نبعد اللاعبين اكبر وقت ممكن عن الشحن ده، وخاصه ان لعيبه النادي الاهلي كمان قعدت 3 ايام كل تحركاتها في موقف بوليسي، موقف بوليسي، موقف بوليسي، وده خلى لعيبه النادي الاهلي نفسها يعني المشهد تاميني، لكن يبتلك بمشاهد ثانيه، يعني يبتلك ان مجرد مباراه كره قدم. يعني انا في احد اللاعبين بيقول لي احنا كان طول الوقت واحنا رايحين الملعب بنتكلم على التامين، مش بنتكلم على ان احنا رايحين نتمرن، بنتكلم على التامين. يقول بص طب ازاي بالتامين الهائل واللي شفناه واللي سمعنا عنه ده، وبرده بتتعرض حافله الفريق للهجوم وطوب بيتحدف ولاعب بيتعور وثمان غرز، موضوع كبير مش صغير، يعني ازاي مع وجود التامين ده بيحصل فعلا برده هجمات على الفريق ازاي؟ فيها حصلت في المتر الاخير، يعني استاذ شيماء ده المتر الاخير في الموقف، يعني خلاص الموقف وصل بالفعل والاتوبيس استقر تماما في مكانه، وخلاص الجماهير الترجي كانت موجوده في المدرجات، المدرج سمح لهم ان هم يبصوا لاسفل، اسفل طبعا شافوا اتوبيس النادي الاهلي، فكان سهل جدا ان هم يلقوا عليه الحجاره والسماريخ، لكن ده ما يمنعش ان الامن التونسي بجد يعني كان تامينه يوم المباراه كان تامين اكثر من رائع، وكانت هليكوبتر في السماء كانت موجوده بتامن الطريق،
حتى الجماهير المصريه اه في بعض الناس قالوا ان احنا تعرضنا لمضايقات، لكن انا ان علامات الطيار واحد راجعين دلوقتي مجموعه من جماهير النادي الاهلي لا نفوا الكلام ده، قال بالعكس هم كانوا بيتعاملوا معانا بشكل كويس جدا، ما كانش في اي حاجه. والمناوشات اللي حصلت كلها حصلت في محيط الاستاد وده امر طبيعي جدا، في اللحظه الاولى او في لحظه الاصطدام خلاص المباراه على وشك وجمهورنا دي وجه لوجه، فده طبيعي جدا جدا بتحصل بعض المناوشات يعني، لكن مش هي مش هي دي القصه الحقيقيه، لكن او مثال مشكله، لكن المشكله كانت في الضغوط الاعلاميه. صحيح. النادي الاهلي اتعرض لحرب من الاتحاد الافريقي، حفظ بيانات ضد النادي الاهلي، حتى الاعلام المصري ما شفناهوش واقف مع النادي الاهلي. لا لا اطلاقا اطلاقا اطلاقا، انت حضرتك بتتكلمي على نجوم كره للاسف الشديد، منهم واحد لعب في النادي الاهلي قبل كده طلع بيقول لك الحكم الجزائري اللي جه قدام باص ازاي جاي متظبط جاهز. انا بكلم الاعلام التونسي قال احنا والله العظيم والله العظيم كل اللي بنعمله كل اللي بنجيب تصريحاتكم انتوا تصريحاتكم انتوا، قال انتوا نفسكم كنتوا انتوا اللي بتتهموا ان الحكم فاسد مش احنا اللي بنقول الحكم فاسد. فقال طبعا ده قال وورونا فيديوهات لبعض للاسف الاعلاميين ولاعيبه الكوره منهم للاسف واحد لعب في النادي الاهلي قبل كده للاسف الشديد، قالوا له دي تصريحاته واحنا كنا بنستنى برامجكم الرياضيه عشان نشوف الاجواء عندكم. صحيح. واجواءكم الرياضيه كانت سلبيه جدا، واجواءكم الرياضيه كانت بتقول ان الحكم سيء وان الحكم فاسد، وده طبعا ده الاعلام اللي هو عطى فرصه للاتحاد الافريقي ان هو ينزل عقوبات على النادي الاهلي. صحيح صحيح. فدي الاجواء يعني دي طبعا لما اعتراف اهل البيت نفسهم، لما الاعلام المصري بيقول ان الحكم الجزائري جاي متظبط، الحكم الجزائري جاي متظبط جاهز، وكان فوز النادي الاهلي ببطوله زي دي هينقص من عدد بطولات انديه ثانيه مصريه مثلا. طبعا طبعا هي غريبه جدا. عكس موقف اداره النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي لما عرفنا ان رئيس نادي الزمالك تعرض لمداخله هاتفية كان فيها من الإعلام التونسي. ودي سقطة طبعا. بس أنا ما أظنش إن هو ده أو البرنامج ده أصلا بيمثل الإعلام التونسي يعني. إحنا هناك أصلا قرار رسمي، وحتى مع حديثنا في وسائل الإعلام التونسية كنا بنسجل انزعاجنا الشديد واستياءنا الشديد من المداخلة المنتجة المداخلة الهاتفية. قناة النادي الأهلي كمان أكثر من مرة يعني شفت كابتن عبد الله كابتن سبعة عصير كان بيستنكر هذا الامر، وده وصل للاعلام التونسي ان لا نسمح مهما كانت المنافسه بيننا وبين نادي الزمالك ان احنا نسمح لاهانه رئيس نادي الزمالك، وده وصل للاعلام التونسي، وده يمكن اللي خلى شويه الاعلام التونسي. او استاذ علاء الاعلام التونسي ان احنا مستائين جدا من اللي حصل ده. الاعلام التونسي كان محتاج برضو مجلس اعلى للاعلام عندهم عشان يعيد لهم الانضباط في البرامج زي ما عندنا كده. بالظبط الاعلام التونسي، ولكن يا اخي انه كان يا شيماء في الاخر كان عصام راجل واحد في الاخر يعني. صحيح. يعني حضرتك لما تشوف كل البرامج الرياضيه في تونس لا كان المنتخب التونسي بيلعب مش فريق. مش فريق يعني، ده كان المنتخب التونسي هو اللي بيلعب. صحيح. لكن عندنا احنا انت شايفه بعض البرامج اللي بتستهدف النادي الاهلي طالعه بتتكلم على ان الفريق ضعيف، ان الفريق الاهلي يستحق تتويج بالبطوله قبل ما يسافر، اللي بيتكلمك عن ان الاتحاد الافريقي ملاك للنادي الاهلي. للاسف الشديد كل ده انطباعاتهم وصلت هناك، ويمكن ده كمان عمل دور سلبي على الاتحاد الافريقي كمان. احنا للاسف اللي هزم النادي الاهلي هو الاعلام المغرض للاتحاد الافريقي. بشكرك جدا استاذ علاء عزة ناقد رياضي، بشكرك على وجودك معانا في كلام في الميديا. نرجع تاني بقى ونروح معاكم دلوقتي لأهم أخبارنا المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع مدير المنتخب ودية الإمارات تختلف عن الكويت والفيفا سيعتمدها. الوطن سبورت أبو ريدة يترأس بعثة المنتخب في الإمارات. بيتو لهيتا أجيري لم يحسم موقف صلاح من ودية الإمارات. سوبر كورة عامر حسين يعلن عن مواعيد الجولة الـ15 والـ16 من الدوري. بوابة أخبار اليوم رمضان صبحي في القاهرة غدا ويقود المنتخب الأولمبي. اليوم السابع المنتخب الأولمبي يمنح شارة الكابتن رمضان صبحي أمام الجزائر وتونس.
البوابة نيوز، غريان في الاتحاد السكندري بسبب نتائج فريق الكرة. بوابة الأهرام أنفي ينتظم في معسكر مغلق بالسويس استعدادا لبتروجيت. الشروق أتو، أتمنى ألا ينسى صلاح جميلي. سكاي نيوز، دامبلي يمنح نجم برشلونة المظلوم فرصة العمر. أس ريال مدريد يؤجل انضمام رودريجو. سبورت 360، كيلار نافاز يبدأ إجراءات رحيله عن ريال مدريد. كرة، نيمار يكشف حقيقة بند تحية الجماهير في عقده. نروح معاكم لتفاصيل الأخبار، وهنبتدي مع اليوم السابع اللي قال إن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أكد إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هيعتمد ودية الفراعنة قصاد الإمارات المقرر ليها يوم 20 نوفمبر الجاري، خصوصا طبعا إن هي بتقام في الأجندة الدولية المعتمدة. وقال كمان لهيطة إن ودية الإمارات بتختلف عن الكويت تماما ولن تكون بها أي مشكلة. وقال كمان ودية الكويت كانت قبل كأس العالم، وكان الفيفا بيمنع إقامة أي مباريات ودية في الفترة دي واللي أقيمت فيها المباراة، لكن الوضع مختلف تماما في ودية الإمارات. هتقام المباراة بعد مباراة تونس بأكثر من 72 ساعة، وكذلك عدد ساعات الطيران ما بين مصر والإمارات أقل من 5 ساعات. كمان الوطن سبورت قالت أنه تقرر تولي هانيا بوريدا رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب رئاسة بعثة الفراعنة في رحلة الإمارات، وبيلتقي المنتخبان وديا يوم 20 في نوفمبر الجاري بعد خوض المنتخب مباراة تونس في ملعب برج العرب المقرر ليها إن شاء الله 16 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها يوم في يونيو 2019 إن شاء الله في الكاميرون. ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب للإمارات يوم 17 نوفمبر الجاري. كمان فيتو قالت ان ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الاول صرح ان المدير الفني للمنتخب الوطني خافيار اجيري لم يحسم بعد موقف نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي محمد صلاح من المشاركه في مباراه الامارات الوديه يوم 20 نوفمبر اللي جاي. وقال كمان لهيطة في تصريحاته ان الجهاز الاداري هيعمل او هيقوم بانهاء اجراءات سفر لكل اللعيبه ال 25 اللي بيتواجدوا في معسكر المنتخب اللي جاي ضمن بعثه الفريق للامارات بما فيهم محمد صلاح، على أن يحسم الجهاز مصير اللاعب من رحلة الإمارات بعد مواجهة تونس إن شاء الله في تصفيات الأمم الأفريقية والمحدد لها يوم 16 نوفمبر الجاري في برج العرب. كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن بيعود رمضان صبحي جناح منتخب مصر وهدرسفيلد تاون الإنجليزي للقاهرة بكرة إن شاء الله يوم الأحد قادم من إنجلترا بعد الانتهاء من مباراة فريقه قصاد ويست هام يونايتد النهاردة يوم السبت في إطار منافسة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي. وبينضم رمضان صبحي لقائمة المنتخب الأولمبي واللي بيقوده فنيا شوقي غريب عشان يخوض مباراتين وديتين قصاد تونس والجزائر مقرر ليهم يوم 15 و 19 نوفمبر الحالي استعدادا لمنافسة نفسه كاس امم افريقيا 2019 واللي بتستضيفها مصر والمؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. اليوم السابع كمان قالت ان الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده شوقي غريب المدير الفني للمنتخب قرر منح رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الانجليزي شاره القياده في وديتين المنتخب قصاد تونس والجزائر المقرر ليوم 15 و 19 نوفمبر الحالي. كمان الشروق قالت ان أشار الكاميروني سامويل أتو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الأسباني إلى أن نصايحه لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي الحالي فادته كتير في تطوير مستواه. قال أتو كمان خلال تصريحاته أتمنى أن يتذكر مو صلاح اليوم الذي كنا فيه معا في غرفة ملابس ستامفورد بريدج في نادي تشيلسي بعد أن كان مستواه ضعيفا. وقال كمان طلبت منه أن يكون صبورا وقلت له أنت لاعب جيد وستصبح لاعب عظيم بالفعل، لقد نجح في تحقيق ذلك. وقال كمان محمد صلاح بالفعل تحول لذلك اللاعب الكبير وسيكتب قصته الخاصة من خلال المثابرة والرغبة القوية، والأمر كله يعتمد على صلاح نفسه فهو يمتلك مهارات لا تصدق ويؤدي حاليا أعلى مستوياته اللي بيسمح لها بالمنافسة على الكرة الذهبية.
كمان كشفت تقارير صحفية قالت أن النجم الفرنسي عثمان ديمبلين تأخر لما لما يقارب تقريبا الساعة والنص عن تدريبات نادي برشلونة الأخيرة، وده اللي خلى علامات استفهام كتيرة جدا بتحوم حول إمكانية استبداله في المباراة اللي جاية للنادي الكتالوني وصاد ريال بيتيس. وقالت كمان التقارير أن في انقلاب في برشلونة على ديمبلي، وبأن ده هيخلي الفرصة للبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا أنه يشارك في المباراة قصاد ريال بيتيس، في ظل طبعا حالة اللامبالاة اللي بيعيشها ديمبلي، وارتكب ديمبلي عدد من المخالفات زي عدم اطلاع الجهاز الطبي على أي ألم بيشعر به للمشاركة في المباريات، والتأخر كمان عن ميعاد التدريب وتناول الوجبات السريعة واللي بتتسبب في إصابته وزيادة وزنه أكيد. كمان رئاسة الأسبانية قالت أن اتفقت إدارة ريال مدريد الأسباني مع نادي سانتوس البرازيلي على انضمام اللاعب الشاب رودريجو في موسم الانتقالات الصيفية اللي جاية بدل من يناير اللي جاية، على عكس اللي أعلن في الأسابيع الماضية. وهيكمل اللاعب البرازيلي سنه القانوني يوم 9 يناير القادم، ووفقا للقانون الأسباني فهو يقدر أنه هو يروح لأسبانيا ويلعب في صفوف النادي الملكي، ولكن الإدارة البرازيلية في نادي سانتوس تواصلت مع نظيرتها في ريال مدريد الأسباني عشان تسمح للاعب أنه هو يخوض بطولة أمريكا الجنوبية الشباب تحت 20 سنة، واللي هتقام في تشيلي، واللي هتكون إن شاء الله في الفترة ما بين 20 لحد 21 أو لحد 13 فبراير من عام 2019 القادم. كمان سبورت 360 قالت أن وسائل الإعلام الأسبانية النهاردة الصبح يوم السبت أكدت أن الكوستاريكي كيلار نافاز حارس مرمى نادي ريال مدريد الأسباني أبلغ وكيل أعماله بضرورة البحث عن نادي جديد وسير في إجراءات رحيله عن صفوف النادي الملكي، وتلقى الكوستاريكي كيلار نافاس صفقة جديدة من ريال مدريد أو صفعة جديدة من ريال مدريد الأسباني بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للنادي الملكي في المباراة الأخيرة ضد فيكتوريا بيلزن في دوري أبطال أوروبا لحساب البلجيكي تيبو كارتوا، بقى مؤامر من المدرب المؤقت سانتياغو سولاري. كمان كورة أو موقع كورة قال إن على البرازيلي نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على التسريبات اللي كشفت مؤخرا بعض من بنود عقده مع النادي الفرنسي، وانتشرت أنباء عن حصول نيمار دي سيلفا على 375 ألف يورو، وده بسبب قيامه بتحية الجماهير بعد وقبل المباريات مع باريس سان جيرمان. قال نيمار عبر حسابه على تويتر، حساب التواصل الاجتماعي، هذا الخبر الذي نشرته صحيفة ريكورد البرتغالية يتم تكراره في عدد لا يحصى من وسائل الإعلام، وهو ضمن الأخبار المزيفة. وكانت عدة تسريبات كشفت في الساعات القليلة الماضية عن العقد الضخم اللي أبرمه نيمار مع باريس سان جيرمان، وبيقال أنه بيحصل سنويا على 55 مليون يورو. ونروح معاكم دلوقتي سريعا لفقرة السوشيال ميديا، وهنبتديها بالأستاذ محمد كامل رئيس شركة Presentation Sports الشريك التسويقي للنادي الأهلي، واللي كتب النهاردة على تويتر بعد هزيمة النادي الأهلي والهجوم اللي بيتعرض ليه النادي: ما عنديش غير شغلي أرد بيه، ادوني أسبوع بس وربنا كريم. واحنا طبعا كلنا ثقة فيك يا أستاذ محمد وفي إدارة النادي الأهلي وفي قدرتكم بإذن الله على تجاوز المرحلة دي والرجوع مرة تانية بالفريق لطريق البطولات. كمان إيفونا لاعب النادي الأهلي السابق كتب على صفحته على تويتر: خالص مواساتي لجميع مشجعي الأهلي والمصريين على هذا النهائي الضائع، ولجميع اللاعبين أيضا ستفعلوها السنة القادمة إن شاء الله يا رب. كمان ندى بسيوني كتبت على صفحتها على تويتر: الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بنخسر في النهائي للموسم الثاني على التوالي، الحلوة والمرة معاه، المرة كمان قبل الحلوة. نروح بقى لمحمد النني المحترف في أرسنال الإنجليزي، والوجه رسالة عبر تويتر لزميله في الفريق داني ووبك، واللي تعرض لإصابة في ماتش الجانرز الأخير مع سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي، وكتب: أتمنى ليك الشفاء بسرعة، نحن جميعا نحبك ووبك. كمان احتفلت صفحة نادي أرسنال الإنجليزي على تويتر بعيد ميلاد لاعب الفريق السابق ليمن، ونشرت صورة ليه بقميص الجانرز وكتبت: عيد ميلاد سعيد ليمن.
كمان احتفلت صفحة ليفربول على تويتر بعيد ميلاد لاعب الفريق السابق باتريك بيرجر ونشرت فيديو. أما سيرخيو أغويرو نجم المان سيتي فنشر صورة ليه على الانستغرام بالنيو لوك الجديد اللي غير فيه لون شعره للون الرمادي، وده قبل ديربي مدينة مانشستر ما بين المان يونايتد والمان سيتي، طبعا هيكون بكرة بإذن الله الساعة 6:30. نشر كمان داري علي نجم توتنهام الانجليزي صورة على انستغرام من زيارته لمؤسسة من المؤسسات الخيرية واللي بترعى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكتبت: من الرائع مقابلة مارك وأصدقائه أمس ومشاهدة العمل الجيد الذي تقوم به المؤسسة، إنه يعد حقا مصدر للإلهام. كمان أحيت صفحة جول على تويتر ذكرى وفاة حارس المرمى الألماني الراحل روبرت إنكا، وكتبت في هذا اليوم: من عام 2009 توفى بشكل مأساوي عن عمر يناهز 32 عام. أما ماوري كاردي نجم ميلان فنشر صورة على صفحته على الانستغرام بتجمع ما بين صورته وهو صغير في برشلونة وصورته دلوقتي، وكتبت: بين الماضي والحاضر. كمان نشر فرناندو توريس لاعب ساغان توسو الياباني صورة مع أندري نييستا لاعب فازل كوبي من ماتشهم امبارح في الدوري الياباني واللي انتهى بالتعادل السلبي، وكتب توريس: نقطة أحسنتم فريق ساغان توسو، وسعيد برؤية صديقي العزيز انيستا. أخيرا نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام فيديو طريف لنيمار وإمبابي ودراكسلر من تدريبات فريق باريس سان جيرمان، وكتبت: نيمار يخدع ودراكسلر يغادر. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا دكتور إبراهيم داوود مدير تحرير جريدة الكورة والملاعب. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكوره والملاعب. مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا شيما، منورنا. الله ده نورك. كان نفسي اقابلك في يعني في موقف احسن من كده بشويه. لا ما نجيب قهوه بقى ونقرا ربعين قران، واحنا مش عايزه يا شيما. لا بالعكس، انا بس عاوزين نقول في الاول كده ان الفستان الاحمر بتاعك ده شيء جميل وايجابي، والله انا كنت محتاجينه. انا عايزك تلبسيه الثلاث ايام اللي جايين، لان الاهلي محتاجنا الثلاث ايام اللي جايين. في البدايه بنقول بس ان الاهلي هو سيد افريقيا، حتى بالخساره اللي حصلت امبارح الاهلي ما زال سيد اسد افريقيا، شاء من شاء ابى من ابى. الاهلي هيفضل هو نادي القرن العشرين، وما زال حتى اللحظه بعد مرور 18 سنه من القرن الواحد وعشرين هو نادي القرن الواحد وعشرين. كمان الاهلي في ال 13 او ال 14 سنه اللي فاتوا استطاع ان هو يحصد 11 لقب افريقي في كام؟ في 14 سنه. كمان حقق وصل للنهائي مرتين ووصل للمربع الذهبي مرتين. يعني اجمالا هو في 15 من 14 مشاركه هو 15 مره بيلعب على البطوله. مين في مصر كلها وصل للاهلي؟ مين في افريقيا كلها وصل للاهلي؟ مين حتى في أندية العالم كلها عمل اللي عمله الأهلي في ال 14 سنة اللي فاتت؟ المجد للأهلي والشهداء الأهلي والأعضاء الأهلي والمسؤولي الأهلي ولكل جماهير الأهلي. يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نعدي من الكبوة دي ونخرج منها سريعا. عندنا بطولات تانية، عندنا كاس مصر، عندنا الدوري المصري، عندنا البطولة العربية، بإذن الله إن شاء الله نقدر سريعا نقف كل الثقة على كل الثقة كل الثقة في عارف أكتر حاجة يعني مضايقة الجمهور، أنا أصلا مني واحدة من الجمهور فأنا بتكلم، أكتر حاجة مضايقانا إن إحنا كان عندنا ثقة كبيرة جدا إن إحنا خلاص البطولة دي بتاعتنا. يعني ال 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 يعني أنا بذكر الوضع السنة دي غير السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان ما عندناش أمل قوي يعني، وكنا رايحين بالصعوبة. الأهلي تعرض لمؤامرة حقيقية، بس لكن السنة دي كنا تقريبا ضامنينها يعني، او ده كان احساس القدم مش مضمونه مش مضمونه يا شيما، بس الاهلي تعرض لمؤامره حقيقيه علينا ان نعترف بيها في الـ في الـ في, الـ في الاسبوع اللي فات كله. مؤامره للاسف يعني فكره يعني ان الناس كلها يعني تتكاتف على اعلام الكاف، مفيش حد وقف جنبك وانت يعني ليه؟ للاسف اصوات خرجت يعني يا جماعه، يعني لو بطوله اخذها النادي الاهلي او اتحطت في دولاب النادي الاهلي مش هتنقص من بطولات الانديه الثانيه.
عمرها ما هتنقص من بطولات الانديه الثانيه، بس انا بذكر الانديه الثانيه دي بكل مشهد كان في النهاية افريقي او في لقب حصلوا عليه كان في جمهور الاهلي حاضر وبيساند بقوه. عمر جمهور الاهلي ما تخلى عن وطنيته تجاه اي نادي بيلعب باسم مصر، عمرها ما حصلت. على العكس احنا شفنا كراهيه النادي الاهلي بوضوح شديد جدا في الاسبوع اللي فات ده، تحالفت كل القوى للاضرار بالنادي الاهلي وبمصالحه، سواء من بعض الاعلاميين سواء من نجوم سابقين. للاسف احنا ادينا هديه للجانب التونسي ان هو يواصل ضغوطاته علينا ويخرجنا عن تركيزنا في كتير من المواقف. موضوع زي بيان الاتحاد الافريقي الاخير، يعني طارق البشماوي اللي هو عضو اللجنه التنفيذيه في الكاف تقريبا هو اللي ملى البيان للكاف. البيان ده ما خرجش من الاتحاد الافريقي، لكن هو اتعامل في مكتب طارق البشماوي، هو المرشح الاول لتولي رئاسه النادي التونسي الترجي التونسي. حته ان انت تلاقي في تونس دوله دوله كامله بتقف ورا ناديها عشان خاطر عشان هو بيمثل الدولة التونسية في هذه البطولة. رئيس الوزراء هناك هو اللي صح، هو وزير الرياضة هناك، وزير الخارجية هناك، رئيس اتحاد الكورة هناك. صحيح. العضو اللي عندهم في الكاف احنا كان معانا مين؟ احنا كأهلي كان معانا مين؟ وزير الرياضة اللي كان كل دوره ان هو راح يسافر يحضر النهائي عمل ايه للأهلي طول الأسبوع اللي فات؟ فكر ايه اللي يعمله عشان خاطر السيل والطوفان الهجوم المعادي ضد فريق مصري. دورك انت كوزير عملت ايه؟ طب حضرتك كنت متوقع ان هو يعمل ايه؟ لا كان يقدر يعمل كتير جدا. اولا هو عضو في الحكومه المصريه، صحيح، كان لازم يكلم الخارجيه المصريه يبتدي تعمل اتصالات وتخاطب الجانب التونسي لاول مره. انت لو بصيتي على الشكوى بتاعه نادي الترجي هي فيها تحريض كبير جدا على الـ على الـ على النادي الاهلي وعلى الامن المصري. احنا ردينا عملنا ايه اللي احنا عملناه؟ رئيس اتحاد الكرة المصري اللي هو بيحتفظ بعضوية الفيفا وعضوية الكاف عمل لنا ايه؟ اللي عمله لمصر راح حضر النهائي عشان كان متوقع ان 50% الاهلي ياخدوا البطولة فيطلع في الصور ان هو موجود وان هم حاضرين في المشهد. عملوا ايه؟ اللي عملوه للاهلي؟ ان عمرها سابقة تاريخية ان اهم اوراقك الرابحة ان انت تتحرمي منه قبل ساعات من الماتش لا موجود في شريط المباراة ولا منصوص عليه في عقوبات الكاف ولا عمرها حصلت قبل كده. عمل ايه هاني بريدة؟ لما تطلع من مصر ومن نجوم سابقين في النادي الاهلي، يعني للاسف مروا على النادي الاهلي او لعبوا في النادي الاهلي ويشككوا في ان احنا ظبطنا الحكم الجزائري، يطلع في بيان الكاف يقول لك ان الحكم لم يلتزم بتعليمات الفار، ناقص يقول له ان انا كنا هنعمل له محضر في الاسم عشان هو اتظبط من النادي الاهلي. فين 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 في مصر حد طلع سند النادي الاهلي؟ الاهلي اذا كان حد بيسانده هو جمهوره. صحيح. هو السند الوحيد والباقي والله يعني هو افضل سند، مفيش اهم منه يعني. لكن اللي اتعاملوا مع النادي الاهلي دول انا بوصفهم بالخاينين، يعني هم خانوا خاينين للوطن في نفس الوقت اللي كانت تونس كلها موحده خلف الترجي التونسي. حضرتك سمعت اكيد المداخله مع استاذ عزت اللي اتكلم فيها وقال ان علاء عزت اللي اتكلم فيها وقال ان كان في تامين للبعثه كويس جدا ومن ساعه ما وصلوا من المطار. لا ده ما كانش تامين. معلش هو انا النهارده عشان اصدر صوره ذهنيه للعيبه كلها ان جنود مدججين بالسلاح. انت عارفه عدد الجيش التونسي على عدد افراد الامن التونسي كام؟ كام؟ 200,000. عارفه كان موجود كام مرصود كام للماتش ده؟ كام؟ 24,000 وكسور او 26,000 وكسور. دي حرب مش ماتش كوره. انت عارفه الجنود منه يعني ربع الحدود الليبيه التونسيه في عشان ضد داعش الارهابي كانوا 6,000 جندي. استعين ب 26,000 جندي ومع ذلك تتعرض بعثه النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي للخطر الداهم الشديد اللي لا تقره لا لوائح الكره ولا قوانين الفيفا ولا اي حد في الدنيا. والاهلي لو كان اصر انه ما يلعبش المباراه كان ممكن ما يلعبش المباراه. صحيح. وكان في ايده، لكن مبادئ النادي الاهلي انتصرت. مبادئ الاهلي انتصرت. احنا كنا في حرب. احنا كنا في حرب. حرب ضغوط اتصدرت للنادي الاهلي طوال الساعات اللي سبقت المباراه. للاسف اصوات خاينه
من مصر هي اللي ساهمت كتير جدا في اللي حصل له النادي الاهلي. انا ما بصدر اللعيب، انا مطلوب من اللعيب ان هو يلعب وان هو يادي وان هو يقاتل وان هو يكون في روح، بس كل الذهنيه المشوشره دي اللي انت فيها هتعمله ازاي؟ ها يعني ايه المطلوب، ايه المطلوب من اللعيب ان هو يبقى محافظ على تركيزه وهو داخل الملعب، اتوبيسه بيتعرض للتكسير وازاز وبيشوف احد زملائه، احد زملائه في الفريق ثمان غرز في دماغه. ايه دي بقى؟ ده ماتش كوره ولا دي ايه؟ ده حرب. دي حرب. يبقى اذا الاهلي كان في حرب يا شيمة. صحيح. ها حرب وظهره مكشوف مش ظهره عريان، لان دايما اللي بيامن ظهر الاهلي هو جمهور الاهلي. صحيح. انما ظهره مكشوف للاسف. صحيح. للاسف. للاسف. طيب خلينا نتكلم بقى بعيدا عن الكبوه. انا شايفها كبوه، انت مش شايفها كده، انت متفائل بس زياده عن اللزوم. لا انا بذكر بس جمهور الاهلي بالمشهد اللي كانوا عليه، جمهور رائع العظيم اللي هو يعني اعظم حاجه احنا بنفخر بيها جمهورنا العظيم. صحيح. ده ان 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 القصه بعد مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه ايام الكابتن مانويل جوزيه، وقد ايه استقبال الفريق الرائع بعد، رغم ان هم حققوا نتائج أسوأ من اللي حصلت في ماتش الترجي، وكانت تعرضوا لهزيمه مثلا 4-1. بص الجمهور واستقباله، ومن اللحظه دي مانويل جوزيه بص للاعيبته وقال لهم عشان خاطر الجمهور ده احنا هناكل النجيله. ان الاهلي تحول 360 درجه بعد الاستقبال ده، وحصد يجي 7-8 بطولات. ده اللي مطلوب بعد ال 72 ساعه. صحيح. وده اللي مطلوب من كل فرد، من اصغر صغير في جمهور النادي. صحيح. الاهلي ان يتوجه للنادي الاهلي، يساند لعيبه، يساند اللعيبه. الاهلي هيطلع من الكابوس. لسه قدامنا 3 بطولات، واتمنى ان شاء الله تكون الثلاث بطولات دي من نصيبنا احنا. يعني لازم نعوض البطوله اللي راحت دي بثلاث بطولات. بس احنا مش هنسكت على حقنا، لازم نوصل برضه للجمهور ان احنا مش هنسكت على حقنا، وده اللي بيعمله مجلس اداره الاهلي كلنا كل الثقه فيه. لازم كل واحد من اللي حوالينا يعرفوا ان عصا الاهلي طويله جدا جدا، وهتطول اي حد. كل اللي اتكلم في حق الاهلي، كل اللي حاول يضر بالاهلي، كل اللي تعمد، مش هيتساب، مش هيتساب، صدقيني مش هيتساب. صحيح. طيب اللقاء القادم للنادي الاهلي في البطوله العربيه، الاول احنا محتاجين ال 72 ساعه دول ما نصدرش اي ضغوط للعيبه خالص. صحيح. خالص في الوقت الراهن ولا للجهاز الفني. يعدوا ال 72 ساعه على خير الاول، يبتدي يكون تم الاستشفاء للعيبه، نبتدي ندخلهم في دوافع ثانيه. ده المطلوب. صحيح. احنا دلوقتي عندنا دوافع البطوله العربيه، البطوله العربيه من الناحيه الماديه لا تقل اهميه. صحيح. عن البطوله الافريقيه، بل بالعكس هي اكثر جوائز منها يعني. الاهلي قادر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه يحقق نتيجه ايجابيه في ملعب الوصل، ومن ثم ان هو يتاهل للدور الثمانيه، ودي بتخلق له دوافع جديده في البطوله العربيه. صحيح. لكن في المسابقات المحليه بقى، طالما احنا بنتكلم بقى على اتحاد الكوره، لا ايه الاصرار الشديد جدا من اتحاد الكوره ده على ان عصام عبد الفتاح يفضل رئيس لجنه الحكام وهو عضو مجلس اداره اتحاد الكوره؟ احنا بنحذر من دلوقتي عشان الدنيا ما تتفاقمش قوي ان بطوله الدوري على شفا حفره. دلوقتي جمهور الاهلي مش هيسمح ابدا 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 باي اخطاء تحكيميه تقع ضد فرقته. يا عمنا يا هاني ابو ريده، يا رئيس اتحاد الكوره، بناشد الكابتن شوبير، بسرعه شوفوا حل في موضوع لجنه الحكام. وبطالب مسؤولي الاهلي ولجنه الكوره ومجلس ادارته بان اذا تعرض الاهلي لاي اخطاء تحكيميه في بطوله الدوري يسارعوا فورا باستدعاء حكام اجانب. احنا مقبلين على كارثه حقيقيه ما لم يتحرك اتحاد الكوره قبل فوات الاوان. الاهلي هو حامل اللقب وهو الاكثر قدره على انه يحافظ على هذا اللقب اذا لعب كل المباريات المؤجله وحقق الفوز فيها باذن الله. يبقى احنا من دلوقتي لازم ناخد بالنا من قصه لجنه الحكام. صحيح. طيب كنا عايزين برضو نتكلم في موضوع مهم، واحنا شايفينه كمان على السوشيال ميديا، ان بعض لعيبه النادي الاهلي بيتعرضوا لانتقادات كبيره جدا برغم ان هم برضو كانوا سبب وصولنا للنهائي. شايف المفروض يتعاملوا ازاي مع الانتقادات دي؟ اي حد على السوشيال ميديا
بيوجه سهام النقد دلوقتي لعيبة الأهلي، أكيد يعني مش هشكك في أهلاويته، ولكن هو ربما بس إيه الانفعالات ما بعد الخسارة يعني. لكن إحنا لو فكرنا بعقل جديد جدا، كل اللي محتاجه لعيبة النادي الأهلي دلوقتي هو الدعم والمساندة، خصوصا إن إحنا معانا مجلس إدارة كلنا بنثق فيه، ومعانا لجنة كورة كلنا بنثق فيها. في تدعيمات في الشتاء إن شاء الله هتبقى هتصب في صالح الفريق، كل الجوانب النقص هتتعالج ان شاء الله. يبقى احنا محتاجين ان احنا نحافظ على الكيان اللي موجود، ها نبتدي نقف وراه وندعمه في الـ في الـ في الاسابيع والايام. يعني من وسط الكلام اللي بيتقال انتوا ما لعبتوش كويس، وانتوا مش عارفه ايه، وانتوا قصرتوا، وانتوا، هل يعقل يا جماعه ان انا دلوقتي كلاعب او كبني ادم ببقى داخل على بطوله مهمه، او داخل على مباراه مهمه، او داخل على موقف مهم هكتب بيه اسمي في التاريخ؟ هل ممكن اتكاسل او اتهاون؟ استحاله. احنا ما شفناش امبارح لا تكاسل ولا تهاون، استحاله. يعني ال 45 دقيقه الاولانيه لو كانت مرت على خير بدون احراز هدف، هل ده كان السيناريو اللي هتنتهي ليه المباراه؟ لا طبعا. لكن ربنا رايد برضو، ربنا يعني لازم هو لازم كان في كان في فايز، وكان لازم في مهزوم، فده طبيعي، هو ده طبيعي. لكن قصه الضغوط النفسيه اللي تعرض اللي نجح فيه الترجي، بس عشان دي تبقى الرساله واصله للمشاهد كويس قوي، ان الاهلي لو مونيا مرمى بهدف، ان هم كده خلاص خدوا البطوله، ان هم الضغوط النفسيه اللي حطوا فيها الاهلي طوال الاسبوع، ربما لو في الظروف اعتياديه والاهلي دخل فيه جون كان استطاع انه يعوض ويفوز. كان هدف واحد بس هيغير تاريخ النهارده خالص، بس يلا الحمد لله. الحمد لله. طيب اتكلمنا طبعا عن دور الجمهور في الفتره القادمه، وايه المطلوب من الجمهور في الفتره اللي جايه، عشان بما ان طبعا الجمهور هو اللاعب رقم واحد في الفريق، هو العامل الاساسي والاول والاهم. انا ولادي رايحين النادي الاهلي بعد 3 ايام، اول تدريب للنادي الاهلي ده مهم جدا جدا جدا، كله دي رساله لكل جمهور النادي الاهلي، لكل جمهور النادي الاهلي كله يتوجه للنادي الاهلي بدون بالتنسيق طبعا مع اداره النادي، ومع عشان ما نسببش اي ازمه في الحضور. لكن احنا مفروض المسانده دي ممكن تكون تحضر، ممكن تكون برساله على السوشيال ميديا. صحيح. ممكن ب ب ب ب ب ب بتصريح ودعم للعيبه، عندنا وسائل كتيره جدا ندعم بها لعبتنا. صحيح. نسيب النادي الاهلي بقى ونروح لمنتخبنا الوطني الاول، واللقاء الهام ان شاء الله، اللقاء المنتظر، الاختبار الحقيقي لاجيل مع منتخبنا الوطني الاول قصاد تونس. طبعا لقاء المنتخب التونسي، الامن المصري بتاعنا يعني فرد الامن المصري الواحد بمية من اي فرد في حته تانية. انا واثق في الامن المصري، واثق في ان هو هيأمن المباراه كويس جدا. احنا علينا ان احنا نحقق الفوز في المباراه دي عشان حتى طبعا نسأر لهزيمه المباراه الاولى اللي كانت في تونس واللي هزمنا فيها 1-0. فاحنا عندنا دوافع ان احنا نحقق الفوز على تونس لسببين: اولا تحقيق الصقر لهذه الهزيمه، اثنين ان انت تصدري المجموعه بتاعتك رغم ان ضمنت تاهل الفريقين لنهائي افريقيا. اعتقد ان منتخبنا قادر باذن الله على انه يحقق الفوز في المباراه دي. بالنسبه بقى للقائمه، هل شايف ان القائمه اللي اختارها اجيري هي دي القائمه المناسبه، هي دي اللعيبه الافضل، ولا شايف ان في حد اتظلم ان هو لم يتم استدعائه للمنتخب الوطني الاول؟ لا طبعاً، او في حد في عناصر تم استدعائها او اسامي يعني تم استدعائها للمنتخب؟ يعني طبعا وليد سليمان واحمد فتحي المفروض ان هم علامه استفهام كبيره جدا، وبالاخص على وليد سليمان. طبعا احمد فتحي اكيد طبعا يعني لاعب لا غنى عنه، عمود اساسي في المنتخب الوطني للسنين اللي فاتت دي كلها، لكن برضو عدم انضمام وليد سليمان ده ايه السبب؟ الناس على السوشيال ميديا دلوقتي بقوا بيتريقوا بيقولوا اصل معهوش الجنسيه. مظبوط. ان وليد سليمان معهوش الجنسيه المكسيكيه. معهوش الجنسيه المصريه. طبعا هي وجهه نظر مدرب، احنا مش عايزين يعني نسبب انقسامات بسبب الاختيارات، هو مسؤول عن اختياراته طبعا اولا واخيرا. انا عايز اقول لحضرتك ان دلوقتي بقى الجمهور بيبعت لي يقول لي، انا غالبا بنتكلم في الموضوع ده كل يوم وبنسال ليه يا جماعه وليد سليمان مش موجود في المنتخب الوطني، فابتدى الجمهور بقى جمهور النادي الاهلي بيقول يعني ايه ما وليد سليمان ما تقعدوش تسالي، وليد سليمان مش محتاج اصلا، يعني مش محتاج ان حد يقعد يقول يا جماعه يعني ليه ما بينضمش، ليه ما بيروحش. يعني هو النهارده بعد كانت طلعت التسريبات بعد مباراه تونس ان هو هيوسع الاختيارات تاني، وان في احتمالات لضم وليد سليمان. اتمنى ان هو ان يستجيب اجيري لكل النصائح المحيطين بيه، واولهم طبعا كابتن هاني رمزي، وان هو يضم وليد سليمان في الاسابيع القادمه باذن الله. يعني يا رب نتمنى. هل
لو هنتكلم طبعا عن المنتخب الأولمبي، هل شايف انضمام رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي طبعا مهمة لصالح المنتخب الأولمبي أو لصالح طبعا اللعب؟ زخم كبير جدا بيعطيه، بيمنحه رمضان صبحي بانضمامه للمنتخب الأولمبي، وكمان هيحمل شرط الكابتن، فده شيء جيد، فرصة لرمضان ان هو يستعيد ذهنية الأداء الرائع اللي واخداه عنه الجماهير المصرية. صحيح. وان شاء الله متفانين حدوتة. طبعا. طب ايه؟ يعني وجوده في الدوري الانجليزي، عدم لعبه في الدوري الانجليزي، ما كان رجع النادي الاهلي، والاهلي في احتياج ليه على فكره. صحيح. يعني وجود لاعب زي رمضان صبحي، شايف اختياره بالبقاء في انجلترا هل ده اختيار صائب ولا كان الافضل ان هو يرجع تاني هنا للنادي الاهلي؟ هو طبعا من ناحيه الناحيه الماديه متهيألي وجوده في انجلترا افضل، بس اداؤه ومشاركته هو يعني مش عارف هو بيضحي بيها ليه. يمكن هو حاسبها ان هو من انجلترا يقدر يكمل في مشواره الاحترافي في اوروبا، لكن من النادي الاهلي لو رجع هيرجع تاني ياخد نفس الخطوه مره تانيه. في بعض اللاعبين جم مصر زي وانضموا للنادي الاهلي زي احمد حجازي مثلا، ثم عاد مره اخرى للدوري الانجليزي. ليه ما يكررش نفس الفعل رمضان صبحي ان هو يعود لموسم او موسمين للنادي الاهلي في وقت الاحتياج ليه، ينشط ذاكره الاداء الرائع، ومن ثم يعود مره اخرى للدوري الانجليزي. ليه لا. طيب لو هنتكلم بقى عن الملف المحلي وعن الدوري المصري الممتاز، شايف ايه الظواهر الموجوده في الدوري أولهم المصري؟ اولهم عصام عبد الفتاح لازم يمشي من لجنه الحكام، ده اول ظاهره انا بننادي بيها وبنصر عليها عشان خاطر المسابقه تكمل على خير. المسابقه لو يا كابتن هاني يا كابتن احمد شبير لو انتوا عاوزين مسابقه الدوري تكمل على خير، ارجوكم شوفوا حل في ان عصام عبد الفتاح ما يبقاش رئيس لجنه الحكام. هو يحتفظ بعضويته عاوز مصمم على رئاسه لجنه الحكام، يستقيل من عضويه مجلس. شايف ايه التضارب اللي بيحصل مع تضارب المنصبين او عمله في المنصب؟ اولا ليه اصراره هو عضو مجلس اداره؟ ازاي يبقى هو تنفيذي وفي نفس الوقت هو بايده القرار اداري وتنفيذي؟ ازاي يجمع بين الاثنين؟ كمان مستوى الحكام المتراجع من منحنى لمنحنى لمنحنى لمنحنى. تفتكري ان جمهور الاهلي هيقبل باي اخطاء تحكيميه في الدوري المصري في الـ في الـ في الثلاث اربع اسابيع اللي جايه بعد استئناف المسابقه؟ لا طبعا ولا ادارته اكيد كمان. صحيح. طيب لو هنتكلم عن الظاهره الثانيه ان ما يعني ما نقدرش نحكم على ان الزمالك هو المتصدر ولا بيراميدز ولا المقصه ولا في ظل غياب البطل. صحيح. البطل لازم يرجع ولازم يلعب مبارياته، عنده مباريات كتير قوي مؤجله. شايف يعني ده النقطه دي لصالحه ولا ضده؟ احنا ممكن نخليها لصالحه. ازاي؟ اولا انا بتذكر دايما وابدا برضو العظيم مانويل جوزيه لما كان الفرق بيننا وبين نادي الزمالك كان 9 نقاط او 11 نقطه اظن، وجه رساله، وكان وقتها الكابتن حسام حسن هو المدير الفني للزمالك، ان الاهلي مش بس هيعوض الفرق ولكن هيتقدم على المنافس بفرق 4 نقاط. واستطاع مانويل جوزيه فعلا ان هو باصراره وباصرار لعيبته ان هم يحققوا النتيجه دي، والاهلي في النهايه يفوز اللي هو الدوري 2010 2011. ده اللي محتاجه النادي الاهلي في الاسابيع اللي جايه، ان هو كله يتكاتف على ان الاهلي قدامه هدف وهو الحفاظ على لقب بطوله الدوري بلعبه المباريات المؤجله، هو اللي هيبقى الاول ان شاء الله. واحنا عندنا استعداد ان احنا نقبل هديه كمان من المنافسين، ليه لا؟ في دلوقتي على السوشيال ميديا نازل كده زي جواب من جمهور النادي الاهلي للعيبه مطالبه بالحصول على 3 بطولات المتبقيين في الموسم الحالي. يعني هي دي الطريقه الوحيده اللي احنا عايزين نتصالح بيها، احنا كجمهور عايزين نتصالح ب3 بطولات دول. ان شاء الله البدايه هتكون في السوبر، ثم بطولة الدوري، ثم بطولة الكأس، طبعا البطولة العربية. إن شاء الله الأهلي قادر على أنه يحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة قدام الوصل في ملعب الوصل زي ما عملها مع فريق النجم اللبناني، هيكررها مرة أخرى مع الوصل المرة. صحيح. نرجع نتكلم برضو عن لقاء امبارح، طبعا جايب لي أنا شخصيا إحباط بس الحمد لله. لا ولا إحباط ولا حاجة، إن شاء الله الأهلي قادر على العودة. قادر قادر على العودة قادر على العودة بقى في الموسم القادم من البطولة.
باذن الله. خلاص يمكن الموسم القادم من البطوله اهو اللي هو هنبتدي في ديسمبر باذن الله من دور ال 32 النادي الاهلي هيبتدي مبارياته من دور ال 32 وان شاء الله باذن الله هتكون في نهايه البطل البطل من النهارده يبتدي يفكر في البطوله اللي جايه. ايه كلها شهر كلها شهر وهنبدا الموسم القادم من دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان السنه دي تكون مختلفه عن السنه اللي فاتت وعن السنه اللي قبليها وباذن الله باذن الله مختلفه في ان احنا نحصل على البطوله بس مش مختلفه ان احنا كنا سيئين او بعاد. احنا كنا نهائي البطوله بننافس على اللقب لسنتين متتاليتين ما اعتقدش ان في فريق في افريقيا عملها يعني صحيح في حتى على الاقل في الخمس سنين اللي فاتت يعني. صحيح. طبعا حضرتك نورتنا النهارده سعيده جدا بوجود حضرتك معايا دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكره والملاعب نورتنا اكيد في كلام في الميديا. انا عاوز اقول لك برضو ان الفستان الاحمر ده لازم تلبسيه الثلاث ايام اللي جايين دول ان بنختم برضو بان المجد للاهلي للنادي الاهلي العظيم سيد اسياد افريقيا المجد لشهداء الاهلي المجد لجماهير الاهلي المجد لاعضاء الاهلي المجد لمجلس اداره النادي الاهلي. بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا يا دكتور ابراهيم. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم.